مشاهدينا اهلا بحضراتكم في تغطيه جديده هنتكلم فيها الحقيقه عن الشاب محمد عادل صاحب واقعه محل كشري التحرير اللي اثار جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال فتره قصيره واصبح في ليله وضحاها ضمن ابرز المشاهير على السوشيال ميديا. امبارح في محافظه الجيزه القت الاجهزه الامنيه القبض عليه وتم اخذه لقسم شرطه ابو النمرس التابع لمديريه امن الجيزه. الحقيقة أن بالكشف عليه تبين صدور 3 أحكام قضائية في حقه، وكانت الثلاث قضايا هي قضية مخدرات وقضية قتل بالخطأ وقضية تبديد، وتبين من التحريات أجهزة الأمنية أن عامل النظافة قام بالاستئناف على قضية التبديد وحصل فيها فعلا على براءة. كمان شرحت التحريات الأمنية أن هو حصل على حكم البراءة في قضية المخدرات وقضية القتل الخطأ، وده لأنه قدم ما يفيد بمعارضته على أحكام صادرة في حقه والاستئناف المقدم على الأحكام التانية، وكمان حصل على البراءة وتم بالفعل إخلاء سبيله من ديوان الاسم. محمد عادل بعدها اتكلم بعد خروجه من اسم شرطة أبو النمرس وقال إن هو بخير ومبسوط ومش عليه أي أحكام بعد الكشف عليه. قال كمان في بث مباشر على صفحته الشخصية إن هو مش محبوس ولا حاجة وإن مفيش أي أحكام وكل الكلام ده إشاعات طبعا، وقال ان كل ده كذب وان هو في المزرعه دلوقتي بيغير جو، وان هما لما خدوا لي الاسم وكشفوا عليه الناس هناك عملوه بشكل كويس جدا، وان هو مبسوط بعد ما الكشف عليه وما فيش اي احكام ضده، وطلب من الناس ان هي تسيب الناس في حالها، وان كل الكلام اللي طلع عليه غلط واشاعات وان هو مش محبوس ولا عليه احكام. خلونا نسترجع مع حضراتكم قصة الشاب محمد عادل عامل النظافة صاحب واقعة الكشري، واللي انطلقت تقريبا من يوم 20 أكتوبر الماضي عن طريق انتشار مقطع فيديو ليه على الفيسبوك بيتضمن توثيق لقطات طرد عامل النظافة من داخل محل كشري التحرير من واحد من الموظفين، وخرج وقتها رواد السوشيال ميديا واستنكروا اللي حصل، ازاي يطرد الشاب ده او عامل النظافة من محل كشري التحرير لمجرد ارتدائه ازاي، وتطور بعد كده ظهور محمد عبر المنصات يوم بعد يوم. وظهر بعدها في عزاء الراحل المحامي فريد الديب، واخر حاجة فيديو ظهر وهو ماسك ايد واحدة من المذيعات اللي اعلنت خطبته على الهوى. الحقيقة ان محمد ما اختفاش يعني او صاحب واقعة الكشري ما اختفاش كتير عن الانظار، وفضل من ساعتها وهو كل يوم بترند تشيك، واهتمت المنصات الالكترونية وخرج بصور من مثلا من جوه شركة انتاج كانت كبيرة، وقال يا جماعة انا بعلن انضمامي للشركة وان هو مستعد يقدم برنامج من خلال محطات الراديو، وكتب اخر التطورات ان هي تم القبض عليه عشان يخرج بعدها ويدلي بتصريحاته الاخيرة. ودي كانت معظم الصور اللي خرج بيها صاحب واقعة محل كشري التحرير ما بين صدقها وما بين كذبها. احنا بنتابع مع حضراتكم كل جديد، وبكده تكون انتهت تغطيتنا. تابعوا